بسم الله. دلوقتي لو احنا عايزين نعمل بيم امبلمنتيشن ففي نقط كتيرة لازم نخلي بالنا منها، واحنا اتكلمنا عنها كتير جدا في بيم اريبيا. الكتيب الصغير دوت هيرشدنا لأهم النقط اللي احنا لازم نخلي بالنا منها واحنا بنعمل البيم امبلمنتيشن، واحنا بندخل بيم في شركة ما فيهاش بيم. فهو بيبدأ يدينا جداول كده تسهل علينا الشغل، بس لازم نكون فاهمين البيم ولازم نكون فاهمين ايه الحاجات الأساسية اللي لازم نعملها، ويكون في تواصل بين بقية الأقسام ويكون في رؤية. فهو بيقول لي اكتب الرؤية بتاعت المنظمة، اكتب البيم هيحسن الرؤية ازاي، الأهداف من تطبيق البيم. الحاجات دي لما بتتكتب بتخلي الواحد يركز ايه الحاجات اللي هو محتاجها. الموديل نيم عندنا مثلا موديل معماري وانشائي وكهروميكانيكال، ايه الحاجات اللي هتبقى محتوية فيه. مثلا هنا هيبقى فيه الابواب، شبابيك، حوائط وهكذا. البروجكت فيس هيبقى موجود معانا، الاني فيسز ايه، هتستخدم اني برنامج، ممكن ما تستخدمش اوتوديسك ريفيت خالص، يعني حسب المشروع مش مع ولا ضد. انا بشوف المشروع اقول لا هنشتغل في المشروع ده بكذا، ممكن مشروع تاني نقول هنشتغل فيه بكذا، ممكن شركة تانية نستخدم اي برنامج. فانت بتبدأ تشوف ايه الحاجة اللي انت عايزها، ايه الستاندرد اللي انت هتشتغل بيه، الخصائص بتاعة الموديل. عندنا ليفل اوف ديتيل او ليفل اوف ديفلوبمنت هنبدأ نكتبها، الاناليسيس موديل، الكوانتيك اوف هيتعمل بقى ايه بايه، الاسكادولات، الكلاش ديتكشن، الفيزواليزيشن، الليد ريتنج، كل الحاجات دي بنبدأ نشوف ايه اللي احنا محتاجينه وايه اللي احنا مش محتاجينه. طيب احنا محتاجين ايه في الشغل بتاعنا؟ ممكن مثلا مش محتاجين الانرجي ليد، محتاجين الكوست اناليسيز، محتاجين الاسكادول. تبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت محتاجها، ممكن في مشروع تحتاجهم كلهم، ممكن في مشروع اخر الراجل قال لك لا انا مطلوب مني 3 دي وهو انا هلتزم بيه، فانا عايز 3 دي بس، تمام، بس يكون محلول الكلاشات، تمام. فهو حسب الاتفاق. هنا بتبدا تشوف بقى المهارات الاساسيه الموجوده في الفريق. انت محتاج مثلا لو واحد شغال يكون مهاراته قد ايه، فبتبدا تشوف الفريق اللي انت هتعتمد عليه المهارات المطلوبه. ممكن مثلا تقول انا عايز البيم مانجر يكون بيعرف يمشي على الحيطه ويكون بيعرف كذا ويكون واخد شهاده كذا، ويكون يعني تبدا تكتب مواصفات لكل شغلانه. هنا مثلا بروجكت بيم كوردينيت، تمام، احنا محتاجين 3، عندنا 0 او عندنا 1 ومحتاجين مثلا 5. اللوكيشن هيبقى موجود فين، التايم فريم من امتى لامتى، التريننج هيتدرب على برامج ايه وبرامج ايه. هتلاقي في اريبيا شرح ودعم الحاجات دي كلها، التريننج بلان، خطة التدريب، سبورت بلان لو هم عارفين متدربين بس محتاجين سبورت في بعض الحاجات. فنشوف هنبدأ من سبورت داخلي ولا هنجيب ناس من بره تعمل لهم الحاجة ديت. مهم جدا اختيار السوفت وير، الحاجات دي اتكلمنا عنها بتفصيل في بيم اريبيا وناس كتير اتكلمت عنها في بيم اريبيا، فهتلاقي شرح الموضوع، اختيار البرامج والموديل كرييشن، موديل انتجريشن، الكلاش ديتكشن هيتعمل ازاي وايه اللي مطلوب منه، والحاجات دي كلها بنبدأ نظبطها. الكولابريشن هنشتغل على الويب ولا هنشتغل على السيرفر بتاعنا، نبدأ نقارن بين التكلفة بين الاثنين. الانفراستراكشر ريكويرمنت، الهاردوير، الشغل على روك ستيشن طبعا او بي سي جيمر بيبقى كويس، الاداء بتاعه حلو. بعد كده هنبدأ ندخل بقى في السكشن 2. كده احنا عرفنا ايه الحاجة اللي احنا عايزينها وايه الحاجة اللي هندخل فيها. هنبدأ مثلا عندنا مشروع كذا في المواصفات الفلانية، الفريق الأساسي اللي هيبدأ يشتغل في المشروع دوت، الأهداف والخاص بالمشروع دوت، العمليات اللي هتتعمل، تمام. يعني في مثلا هنعمل مثلا ديزاين ريفيو مثلا، كل الحاجات دي بنبدأ نشوف كل مرحلة من المراحل، كل مجموعة هتعمل ايه، يعني الأونر ايه المطلوب منه، هيدينا مثلا ايه الحاجات اللي هو محتاجها في المشروع ويدي أبروف ده على الحاجة اللي قبل كده. الأرتكشر هيعمل ايه، السب كونسلتنت، الكونتراكتور، السبلايرز، بنعمل خطة لتبادل المعلومات. طبعا بتختلف مشروع مشروع بس دي معقولة. يعني الفاسيلتي مانجمنت هيبقى شغال معانا وايه المطلوب منه في كل مرحلة من المراحل. دخلنا في مرحلة ديزاين اند بيلد، بروجكت كولابريشن بلان، تبدأ انت تكتب الحاجة اللي انت محتاجها. المايل ستون هتقول مثلا احنا هنسلم مشروع مرحلة ديزاين في تاريخ كذا، ومين الستيك هولدر الأساسي في المشروع. الموديلنج بلان،
الموديل مانجر المديرين بقى هيتاكدوا من ان احنا بنتبادل المعلومات بطريقه سليمه، ان ما فيش مثلا اوتوكاد في قلب اللوحه، الاسامي مظبوطه، البيانات موديل، ده كل ده خاص بمشروع بعينه. باين نيم ستراكشر هنسمي التسميه ازاي، ايه العناصر اللي هناخدها من قلب الموديل، ومين كل واحد يكتب الموديل اللي هو عمله او الجزء اللي هو عمله، ممكن يكون مثلا دخل في تفصيله معينه فيبقى هو مسؤول عنها، اسمه بيكتب قدامها، الفاسيلتي مانجمنت اناليسيس بلان، الكوانتيك اوف اناليسيس للمشروع دوت، البروجكت كولابوريشن اند كوميونيكيشن بلان، هنبدا نتواصل مع بعض ازاي، فلازم يبقى معروف الميتنج مثلا هيبقى اونلاين ولا هيبقى في شركه معينه، ومين اللي المفروض يحضره، وهيبقى اسبوعي ولا مرتين في الاسبوع ولا كل اسبوعين، مين اللي محقق ان هو يوصل للموديل، الفولدر مينتيننس، الديزاين ريفيو، المراجعه، كل الحاجات دي لما بنبقى متفقين عليها بيقلل المشاكل بين الأقسام. البرامج اللي احنا هنشتغل عليها،